السلام عليكم ورحمة الله. أزف اللون جاء في مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي اتهام خطير ضد المملكة المغربية. يجي يقول فيه المخزن تورط في جريمة شنيعة لا تغتفر ضد الجزائر. احني نقدروا نغفروا 132 سنة استعمار فرنسا، نغفروا لها 1.5 مليون شهيد قتلتهم، نغفروهم، نغفروا لها تدمير 2000 قرية، نغفروا لها تجهيل الشعب الجزائري، نغفروا لها نهب خيرات الجزائر، ولكن المغرب مش ممكن نغفروا له جريمة شنيعة. واش هي هذه الجريمة؟ تجي في يوم مجلة الجيش تقول بحكم الصلة القريبة والموثقة للمغرب مع المنظمتين الإرهابيتين المذكورتين في حلقة ضمن سلسلة أهياء رشاد والمايك، في حلقة ضمن سلسلة اعتداءات وأعمال عدائية دأب عليها منذ استقلال بلادنا، ضاربا عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار والتعاون والثقة المتبادلة التي حرصت الجزائر وبحسن نية على إرسائها، في وقت أصر فيه المخزن على إدخال العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مسدود يصعب الخروج منه. لقد تحلت الجزائر منذ مدة ليست بالقصيرة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال استفزازية مغربية جد خطيرة وممنهجة ضد الجزائر في خضم إصرارها على إلحاق الضرر ببلادنا، ومنها فتح المجال أمام وزير الكيان الصهيوني وتحريضه ليكيل اتهامات باطلة ضد بلادنا ويوجه تهديدات مبطئة انطلاقا من الأراضي المغربية، وهو ما ينم عن العداء الشديد الذي يكنه المخزن لبلادنا، كما سبقه في ذلك تصريحات السفير المغربي لدى الأمم المتحدة الذي داس على كل الأعراف الدبلوماسية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلدين شقيقين، من خلال تأييده وتحريضه على المساس بالسيادة الترابية للجزائر وامتناع الحكومة المغربية عن الرد على استفسار الجزائر حول الموقف الرسمي للحكومة المغربية من هذا الانحراف. في هذا الجمل هذو ما صبناش الجريمة الشنيعة، ما صبناش الجريمة الشنيعة التي لا تغتفر. أنا نظن يعني ما كان لا نروح نحوس بعيد أنه مجلة الجيش تعني بالجريمة الشنيعة إضرام النار في منطقة القبائل و اغتيال مواطن اللي هو جمال بن اسماعيل رحمه الله. انا نحبس عند هذا الحل. لما بلاد جارك ولا ماشي جارك يوصل يحرق لك الغابات تاع بلادك ويضربك الاقتصادي، انه كي تحرق الغابه ماشي كي حرقت شجور برك، راك حرقت شجور مثمره، حرقت النحل، حرقت العسل، حرقت الغنم، حرقت 200 واحد ماتوا، 200 واحد ماتوا. إذا المغرب عنده ربع مسؤولية أو واحد في الألف من المسؤولية على هذه الجريمة، أعتقد أنه على الجزائر والجيش الجزائري ما يبقاوش يحلوا في فمهم ويتلغبوا كما نقولوا، وإنما عند محلين، إما إضرام النار في المغرب وروح يقتلوا لهم واحد، يقتلوا لهم 200 واحد، شعلوا فيهم النار 200 واحد، يلزم هكذا دير لا لوا دو تاليون، العين بالعين. ما تبقى
قاست لذبب تحل في فمك كي هذيك الهجالة اللي تبكي. لا جزائر ماشي هجالة تبكي بركة ما طيحوا بها. أنا نقول إذا المغرب عنده ربع مسؤولية، أي جزائري غيور على بلاده مهما كانت يعني الصيرة اللي يقدم مثلا تكون عنده محبة للبلاد هذه أو غيرها ما يقدرش يقبل أنه تجي البلاد تقتله قريب 200 مواطن في الحرائق وتزيد ترتكب جريمة قدام الناس كامل وتزيد تضرب لك الاقتصاد لأنه هذيك الأشجار اللي راحت قدام من على 10 سنين يا ربي تردها. هذه حرب، هذه الحرب ما تواجههاش بالكلام الفارغ في مجلة بالحبر على الورق. جزائري رجل، جزائري في حل، جزائري شهم، جزائري ما يعتديش على الناس، ما هوش حقار، أما لما يعتديوا عليه يعرف يرد الصرف. والجزائري ماهوش كذاب، الجزائري ماهوش كذاب، فاهم؟ إذن هذه الجريمة هذه اللي راهم يقول لك لا تغتفر المغرب، ما تجيش توقف لي عند لا تغتفر، أنت غفرت لفرنسا كلش وجاي عندها، إما ترفد دباباتك وطياراتك وتدقدق المغرب هذايا، مهما كان الثمن، أدفع الثمن وخلي يدينوك الناس وخلي يقولوا عليك وش يقول، إما ترفع دعوة رسمية لمجلس الأمن الأمم الجمعية الأمم المتحدة. أنا نعرف هكذا رجال، إذا ما تفعلش هذا يعني راكم كذابين، عصابة ولاد حرام، ما صبتوا شي واحد باش تجيبوا الشعب ليكم تجوا تكذبوا. لا هذا ما يشرفش الجيش، مقال مجلة الجيش لا يشرف المؤسسة العسكرية، لا يشرفها. الجزائر ماهيش هجالة تبكي في الشوكة تجي في الشوكة تبكي، لا الجزائر بلاد الصناديد، لما يعتديوا عليها تعرف ترد الصرف، أما لما تجي تخرط على الشعب وتحب تهمه بلي كاين اعتداءات وكاين كذا وكاين كذا وتجيب لي أبواق الدعاية البروباغندا وكذا، الشعب ما يصدقكش، بالعكس الشعب يهينك ويدينك ويندد بيك لأنك حبيت تطيح بلادنا، حبيت تطيح بلاد اسمها الجزائر. أنتم إنذان تكتبون هذا الكلام هذا يا اللي أعطاكم أمامر تكتبوا هذا جبناء، وأنتم جبناء مثلهم لأنكم قبلتوا تبقوا أوامرهم. لما يجيك واحد يقولك اكتب هكا قل له لا ما نكتبش هذا الكلام، هذا يسيء إلى الجزائر، هذا يمس بسمعة الجزائر. جزائر جيشها ماهوش تاع اللي يجي يبكي، اللي يجي يشكي، هذا حزب سياسي على روحه، إذا كان حزب سياسي يقول هذا الكلام يقول على روحه، أما الجيش ما يقولش هذا الكلام. الجيش يرفد دباباته وطياراته ويصدم كلام كما هذا يسيء إلى الجزائر وإلى جيشها. قلنا حلين لا ثالثة بعدهما، أما ترفع طياراتك وتضرب وتشعل فيهم النار كما شعلوا فيك النار وتقتلهم كما قتلوا لك. وعندنا مثال في التاريخ، يعني مثال في التاريخ، المقالة الأولى في 76 الجيش المغربي حاصر كتيبة جزائرية داخل الصحراء المغربية أو الغربية أو سميها واش بغيت، حاصر الكتيبة من الجيش ليه وخذا واحد 105 أسير 15 يوم. شوف ما تكتبتش كلمة واحدة لا في مجلة الجيش ولا في جريدة الشعب ولا في جريدة المجلد، في حتى وسيلة إعلامية ما تكتبت كلمة واحدة على أنقرة. 15 يوم من بعد فيلق دمر، تم تدمير فيلق وجابوا 215 أسير ولا 220 أسير. هاي الهدرة تاع الرجال يا ولاد الحرام، شفتوا الهدرة تاع الرجال؟ دي كانت الجزائر باش لاغمها.
جو اليوم نتوما رخاص تحبوا ترخصوا الجزائر تدعي وتفتاري وقالوا المغرب داروا داروا جريمة شنيعة. الجريمة الشنيعة ارتكبوها اللي رام يحكموا فيكم اليوم، رام يعطيكم في الأوامر المكان الرخيص المجرم شنقريحة يقتل المواطن العزل بحب رصاص في الراس. لما كان شنقريحة ومجاهد عبد العزيز يعطيوا الأوامر باش يشعلوا النار بالبنزين في الغابة، واليوم هما زادوا شعلوها وهما اللي قتلوا. هاوليك الصح، تبقاو تجيو تكذبوا على الشعب الجزائري. الجزائر عمرها ما كانت بكاية، الجزائر عمرها ما كانت عندها جيش يروح يتمرخص ويبكي ويكتب هذا حبر على ورق. الرد ما يجيش بالحبر على الورق. لما واحد يعتدي عليك ويعتدي عليك بجريمة لا تغتفر، واش راك مالو؟ علاش راك متاكلو في هذه الميزانية تاع فوق 12 مليار دولار؟ يخلو الشعب يبني بها مستشفيات ويبني بها مدارس وياكل على روحه ويسب الزيت ويسب الماء ويسب الخبز. وعلاش مدي 12 مليار دولار كل عام؟ سمعتوا دايرنا بيوتجي سكري وكذا، واحد ما يزمي طالع عليه منهم 80 مليون تروح في الويسكي والبيستاج والشنقريحة. ايه ولا انتوما تردوا على العدوان بالكتيبة، انا نكتب لكم 1000 مقالة هكذا اللي بغيتو ما تخلصونيش. انا كنت رئيس تحرير هذه المجلة هذه، عمري ما نزلنا لهذا المستوى، عمرنا ما نزلنا لهذا المستوى هذا يعني. كنت رئيس تحرير على مجلة الجيش من 79 حتى 86، وكانت بين الجزائر والمغرب كبيرة، ولكن ما زلناش ما نتكلموش، ما نتكلموش في هذا الآخر، ما نطيحوش ببلادنا احنا، نتكلم من باب المعرفة. أنا كنت رئيس تحرير مجلة الجيش، نتحدى أي واحد يجبد لي ما قالوا إن الجيش يبكي. وين الجيش يبكي ويقول لهم ضربونا رام دارونا؟ كي تجي تقول لي جريمة لا تغتفر، وشنو رد فعلك؟ رد فعل أي جزائري يقول لك العين بالعيني، ما كان حتى هضرة. وإذا ما حبيناش نديروا العين بالعيني روح عندك مجلس الأمن في الأمم المتحدة اشكي، ترى ما شكيتوش. هذه عصابة ولاد حرام ترخص بالجزائر لأنها هي رخيصة، من تبون شنقريحة لتوفيق النزال كل هذه البوندة هذه اللي راهي الاخر رخاص، وحبوا يرخصوا الجزائر. الجزائر ما ترخصش، الجزائر ديما غالية وعالية. ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي يرخص جمال نحب يرخص الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.